ساندويش الدجاج بكريمة الثوم من دجاج فقيه. المقادير: صدور الدجاج، خبز بر أسمر، طماطم مخلل أو ترشي، كريمة ثوم، دبس الرمان، بودرة ثوم، بهارات مشكلة، زيت زيتون وملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقطع صدور الدجاج ونقليه في زيت الزيتون، ونضيف بودرة الثوم على الدجاج والبهارات المشكلة، الملح والفلفل الأسود، ونحركه حتى يستوي الدجاج، ونطفي النار ونضيف دبس الرمان ونحركه. بعد كذا نحضر الساندويش، ندهن الخبز بكريمة الثوم، ونضيف الدجاج وشريحة طماطم ومخلل. أكلتنا جاهزة، صحتين وعافية. دجاج فقيه خالي من الهرمونات والمواد المالئة التي تزيد الوزن، لأنه دجاج طبيعي وصحي 100%.